واصلت قواتنا الباسلة ملاحقة العصابات الإرهابية في مدينة الغصير وأعادت الأمن والأمان إلى الحي الغربي وقضت على أعداد من الإرهابيين ودمرت أوكارهم في الحي. كما أعادت قواتنا الباسلة فتح طريق حمص بيروت وسط القصير وأزالت المتاريس والحواجز التي زرعتها العصابات الإرهابية المسلحة عليه. منذ الصباح الباكر قامت بواسل الجيش العربي السوري وعلى ثلاث محاور بملاحقة العصابات الإرهابية المجرمة لاستئصال كل الإرهاب والإرهابيين من هذه المدينة. قواتنا المسلحة الباسلة تابع التقدم في مدينة القصير على ثلاثة محاور من أجل تطهير مدينة القصير من العصابات الإجرامية المسلحة. تم السيطرة بشكل كامل على الحي الغربي ومتابعة باتجاه الحي الشمالي. تم قتل عدد من القناصة واكتشاف عدة أنفاق ومقرات قيادي لهم، وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة سوف يتم تطهير مدينة القصير بالكامل من العصابات الإجرامية المسلحة. كيف معنويات بواسل الجيش؟ معنويات القوات المسلحة عالية جدا وجاهزة لتقديم الدم والروح فداء للوطن. مشاهدينا الكرام، نحن الآن على الطريق الدولي الذي يصل بين مدينة حمص والقصير ومن ثم مدينة بيروت. اليوم صباحا تم السيطرة على هذا المحور والآن بواسل الجيش العربية السوري تتقدم داخل الحي الغربي وسيطر على معظم أجزاء هذا الحي بعد دحر عصابة إرهابية كانت تتمركز داخل هذا الحي. إذا تم فتح الطريق الدولي بين حمص بيروت، كما نشاهد أيضا وحدات الهندسة تقوم بفتح المتاريس التي قامت المجموعات الإرهابية بقطع الطرقات من خلالها. الآن وحدات الهندسة تقوم بفتح الطريق الدولي بين حمص بيروت الذي يمر في مدينة القصير. إذا مشاهدينا الكرام، نحن الآن على الطريق الدولي بين حمص دمشق، وحدات الهندسة عم تقوم بفتح الطريق وإزالة العوائق. معنا أحد القادة الميدانيين داخل هذه المنطقة. حدثنا، كيف سيطرتوا اليوم صباحا على هذه المنطقة وعم تقوموا بفتح الطريق الدولي؟ قواتنا المسلحة الباسلة تقدم في مدينة القصير من أجل تطهير باقي الأحياء من مدينة القصير من العصابات الإجرامية المسلحة، وإن شاء الله سنتابع سحق هؤلاء المرتزقة ومن يدعمهم. تم السيطرة على الحي الغربي من مدينة القصير وتم فتح الطريق الدولي بين حمص بيروت. أعزائي المشاهدين، نحن نواصل جولتنا مع الجيش العربي السوري داخل الحي الغربي بعد أن سيطر على أجزاء كبيرة وهامة من هذا الحي لنشاهد آثار الخراب والدمار التي أحدثتها العصابات المسلحة من تنظيم جبهة النصرة داخل مدينة القصير. هذه محلات تجارية للمواطنين في مدينة القصير، كيف قاموا بعمليات تخريب وهدم هذه المنشآت التجارية. هذه أحد مقرات الإرهابيين كما نشاهد، كان يختبئ بداخلها إرهابيو جبهة النصرة. احكي لنا الآن كيف السيطرة على الحي. الحقيقة شاهدنا اشتباكات عنيفة جدا، والحمد لله انه قدرنا نسيطر عليها وهن عم يفروا هلا منا ونحن بنطاردهم. وشاهدنا يعني شفت يعني شلون هيك عم يدمروا الخراب هذا بمدينة القصير. ان شاء الله هالكلمة كلها انجزنا وخلصنا. هلا كما عم نسمع اشتباكات مستمرة في الداخل. نعم اكيد اشتباكات مستمرة بالحارة الشمالية وما حولها. يعني هي الحارة الشمالية كانت حاضنة مميزة للعصابات الارهابية التكفيرية، وهلا ان شاء الله يعني عم نقوم بتطهيرها من العصابات الارهابية. هذه احد شوارع الحي الغربي بعد ان سيطر الجيش العربي السوري عليها. كما نشاهد عملية التخريب والتدمير اللي قامت بها إرهابي جبهة النصرة للاعتداء على المواطنين وتخريب منشآت داخل هذه المدينة. لا مكان للطرق غير الشرعية التي أقامها الإرهابيون المرتزقة بعد دخول الجيش العربي السوري. الطرق الرئيسية تم فتحها تماما في مدينة القصير. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، مدينة القصير.